وهذا سائل يقول: ما هو الرد على من يحتج بالقدر ويقول: لو أراد الله لي الهداية لهداني؟ هذا باطل. أنت تقدر على أنك تفعل ولا ما تقدر؟ تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعمل الأعمال الطاعات، تقدر تترك المعاصي ولا ما تقدر؟ نحن نحتج عليك بقدرتك وإرادتك أنت، لا تحتج بقدر الله وقضاء، احتج بفعلك أنت. فلماذا تعطي نفسك المهلة وتحتج بالقضاء والقدر وأنت قد ادخرت وسعك وطاقتك وقدرتك ومشيئتك، وأن تعرف أن هذا خير وهذا شر؟ فالتقصير جاء منك أنت. نعم.